اسمها مدينة الإمارات الإنسانية، وضيوفها سيكونون من جنسيات متعددة، والقاسم المشترك بينهم أن السبل تقطعت بهم في مدينة ووهان الصينية، فتولت دولة الإمارات العربية المتحدة إجلاءهم من هناك في إطار التعاون مع الصين وسفارات الدول التي ينتمي المستفيدون إليها. فلنستكشف المدينة من الداخل. نحن الآن في أحد المجمعات في المدينة، والتي تحتوي على العيادة الطبية، والتي سنبدأ جولتنا منها. إنها أحدث الأجهزة الطبية وجاهزة للكشف عن الضيوف والتدخل العاجل لعلاجهم من أعراض الفيروس إن وجدت، أو فقط لتقديم علاجات مرتبطة بأمراض أخرى. كل هذا تحت إشراف طواقم طبية مؤهلة بشكل جيد. الرعاية الطبية ستبدأ بمجرد ركوبهم الطائرة المتوجهة إلى أبوظبي. سيتم مرافقتهم من قبل فريق طبي في داخل الطائرة، وبمجرد وصولهم إلى مطار أبوظبي الدولي سيتم إجراء فحوصات طبية عليهم مبدئية في أرض المطار، ومن ثم سيتوجه الضيوف إلى مقر المدينة الإنسانية. هذا أحد الأجنحة في المدينة، الغرف عديدة، سأدخل إلى إحداها. كما تلاحظون كل الاحتياجات الأساسية متوفرة لمنح المقيم أسباب الراحة ولكي لا يشعر بأي غربة، وإذا ما أحس ببعض الملل فالمرافق الترفيهية متنوعة. يتجلى ذلك في ساحات الرياضات، هنا للجسد حق على الضيف ليحافظ على لياقته ورشاقته. نحن اليوم الحمد لله عندنا كثير من الجهات الاتحادية والمحلية اللي قائمة على هذه المدينة الإنسانية، حاولنا أن نوفر جميع سبل الراحة للضيوف الأعزاء. ما في شك هناك عمل قامت به كثير من الجهات في الجانب التطوعي. نرحب بالجميع هنا في مدينة الإمارات الإنسانية. سنكون متواجدين على فترة 24 ساعة لتلبية أي احتياج لهؤلاء الضيوف. أهلا وسهلا فيهم مرة ثانية. دولة الإمارات هي دولة رائدة، نموذج يحتذى فيه في المبادرات الإنسانية، أرض التسامح ما في شك. بهذه الالتفاتة الإنسانية المتفردة سيجد الضيوف ملاذا متميزا يقيهم مخاطر فيروس كورونا الذي ضرب بقوة في ووهان، ويوفر لهم ظروف إقامة متكاملة. سلمان أبو دقة، سكاي نيوز عربية، من مدينة الإمارات الإنسانية.